التقينا اليوم مع دولة الرئيس وناقشنا المواضيع الحالية، وكان أول شيء أكدنا على انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن لأنه الناس اليوم ما عاد فيها تحمل. وناقشنا مع دولة الرئيس موضوع الأمطار اللي حصلت وسببت كتير أذى في عكار، وطلبنا أنه يصير في مسح لهذه الأضرار ويكون في مساعدة للمزارعين، لأن المزارع اليوم هو بحاجة أنه نوقف جنبه، لأنه دائما هو بيستنظر هذه اللحظة موسمه. ما أتمنين على دولة الرئيس يكون في مسح، ويكون مسح للأضرار ومساعدة الناس المتضررين. وشكراً.